نفس الكلام السابق هذا بالنسبه للتسميات، يعني بروبايل برومازين يعني بروبايل دايميثايل امين، الريدازين يعني بيبرايتازين، والبيرازين يعني بيبرازين، والفينازين يعني بيبرازين مع كحول، بيبرازين مع كحول تكون فينازين. فهذه نشوف ان الفينازين، وقلنا الفينازين سكيم يعني يكونوا يستعملون تكوين ديبوت انجكشنز. اللي هي طبعا انت الان يعني مو استحفظ انت هاي قبل ما نبدا انه كيف تفرق بين السايد تشين من الاسم الريدازين والبيبرازين والفينازين والبرومازين. هذه ثلاث اصناف يعني او اربع اصناف كيف وصلنا بيانات من الاسم، من البروميكازين يعني بروبايلامين، ريدازين يعني بيبرازين، فيرازين يعني بيبرازين، وفينازين يعني فينايل بيبرازين. وصلنا بيانات. وتعرف ايضا قلنا الفوائد الفرق البيبرازين عن البايبرازين من ناحيه قلنا الاكتيفيتي، من ناحيه تستعملين اكتيفيتي كذلك قلنا ايش فيها نورمال سايد افكت اكثر من الباقي. والبيبرازين قلنا البيبرازين الفينازين قلنا هذه تعتبر هي يعني يعني الوحيده اللي تكون منها الاسترات ديبوت انجكشن. هذه استرات يعني تلاحظ انه كلتها مع ايش؟ مع الفينازينز. هي كلها فيها في النهايه او اتش او. والديوريشن اوف اكشن تلاحظ انه يعني فترات طويله جدا يعني 2 إلى 3 أسابيع. أسبوع أو أسبوعين المعدل الرينج اللي الأكتيفيتي ده المعتبر. زين الميتابوليزم بتور برومازين، الميتابوليزم هي طبعا شاحشته كلش متشعبة لكن هي ببساطة تتضمن يعني فيو رياكشنز. خلي احنا بس نشوف الرياكشنز اللي هي الأساسية اللي نركز عليها. هاي الرياكشن الأساسية طبعا اللي حتصير بالمركب إما على البوزيشن 7-7 هيدروكسيليشن أو على 3-8، هذول أقل أهمية. أمشي على 7 سايد تشين دي ألكايليشن، يعني السايد تشين يسويها إن دي ألكايليشن تحذف الألكال من النيتروجين، أو بعدين إن دي ميثيليشن يعني سايد تشين إذا كان فيها 2-ميثايل تشذب الميثايلات، أو سلفر أوكسيديشن تحولها إلى سلفر أوكسايد يعني لأن هنا السلفر تحولها إلى سلفر أوكسايد. وعندنا الجلوكيمونات كونجيكيشن، الجلوكيمونات كونجيكيشن يعني فيس 2 رياكشن. هذول عندنا كم رياكشن؟ 1 2 3 4 5، 5 رياكشن بتطلع المركب. لكن احنا قلنا بالتكون الميتابوليزم احنا عندنا 5 رياكشنات بتطلع المركب، لكن كم الوقت توقعت عندنا المركب بالحاله هذه؟ 5 في 5 شنو؟ عندنا 5 رياكشنز بتطلع المركب، كم توقعت عندنا المركب؟ 5 لازم نقول ايش قد؟ 5 5 5 5 5 5 فيعني فعلا يطلع عندنا مركبات كبيره جدا يعني اكثر من 100 مركب. فاحنا الان صح راح نشوف هذه هي معقده لكن حتى هي بس فقط اختلاف في التسلسل، اختلاف في التسلسل. يعني عندنا مثلا هون في الحاله مثلا عندنا الميتابوليزم حدث بها ايش؟ ان دي الكايليشن. ان دي الكايليشن يعني حذف السايد تشين من النيتروجين. المركب هذا الان بعد ذلك يصير 7 هيدروكسيليشن. تحول الى 7 هيدروكسيد يعني على البوزيشن رقم 7 يسوي هيدروكسيليشن، او المركب مثل ما هو راسا يسوي له ايش؟ 7 هيدروكسيليشن. اما يسوي 7 هيدروكسيليشن مباشره او بعد ايش؟ بعد الدي الكايليشن. طبعا 7 هيدروكسيليشن راح يصير يمكن بعد الدي الكايليشن ممكن يصير بالحاله هذه يعني صار الدي الكايليشن ثم 7 هيدروكسيليشن وهني مباشره 7 هيدروكسيليشن. المركب هون يسمح بينه ايش؟ دي امينيشن حذف الامين. الامين شاف مركب اصبح نيو دي امينيشن. المركب طبعا اذا صار نيو دي امينيشن ايش راح يصير بينه؟ يصير الديهايد. الديهايد تكسر الى كربوكسيليك اسيد.
تحضر عندك كربونين من ثلاث كربون، يعني الكربون الثالثة أصبحت كربوكسيليك جروب، بعدين أنت تأكسد يعني أصبحت عفواً الألديهايد بعد الدي أمينيشن، بعدين أنت تأكسد مرة أخرى إلى إيش؟ إلى كربوكسيليك جروب. زين. عندنا مثلاً هون عندنا دي ألكاليشن فقط. دي ألكاليشن الـ N دي ألكاليشن، الأول نيترو الأول كربون نيتروجين. ثم ثاني كربون النيتروجين. الى هون طبعا عندك بس فقط حذف الالكايل من النيتروجين. اول الكايل اول سي 3 ثم ثاني سي 3. بعدين مركب صار بين الكونجوجيشن. اصبح مركب ايش؟ الكونجوجيشن صار بين الكونجوجيشن. اذا فيس 1 رياكشن اندي اندي ميثيليشن ثم اندي ميثيليشن ثم كونجوجيشن. هذا مركب الان اللي اسمه عندي مثل ايش ممكن بعدين يصير له ايش؟ 7 هيدروكسيليشن، يعني نفس الرياكشن هذا. تحت علينا وين؟ بعد ايش؟ بعد ان صار ديالكاليشن. فتلاحظ مثلا السبن هيدروكسيليشن يحدث مباشره على المركب، ويحدث بعد حذف السايد تشين، ويحدث بعد حذف ايش؟ الالكايل جروب السي اتش 3 جروب من الامين، ايضا سبن هيدروكسيليشن. ففقط اختلاف التسلسل. اختلاف التسلسل العمليات بس عمليات هي فقط هاي العمليات المذكورة مش دائما. عندنا مثلا دايركتي سلفر اوكسيديشن سلفر اوكسايد. هنا لا بعد الدي الكايليشن اصبح ايش؟ اوكسيديشن. وبعد ليش؟ بعد حذف التو ميثايل اصبح هايبينو اوكسيديشن. ففقط اختلاف التسلسل. يمكن هذا مركب ككل كانتاكت كومباوند او بعد يصير له شويه فيس 1 يكمل في الاوكسيديشن. فهي العمليات تتداخل قلنا طلعت تقريبا فوق ال 100 ميتابولايت من مركب واحد من مركب واحد. زين دكتور بالامتحان مثلا تجيب المركب وتقول انه خليه يصير له ديامينيشن لو بالامتحان راح ممكن بس احذف الستركشر مثلا واقول لك ايش المتوقع يطلع مني مثلا. تخلينا اسم العمليه. اسم العمليه أو قال لك اعمل له مثلا دي الكايليشن مثلا مع سبن هيدروكسيليشن. يعطيك مركب هذا قال اعمل له خطوتين اندي الكايليشن وسبن هيدروكسيليشن. فتعمل له اندي الكايليشن واحده ثم سبن هيدروكسيليشن. وانا هنا عندك ما مرسوم بس تتوقع رسمه انه تشال مثال واحده مركب يكون مثل ما هو بعدين دعمنا سبن هيدروكسيليشن تضاف او اي على البوزيشن 5 7. سهلة ولا صعبة؟ والله صعبة شوية صعبة. على الأقل مثلا على الأقل لازم تعرف السايت اوف ميتابوليزم يعني مثلا عندك يعني إذا أشرك على السايت اوف ميتابوليزم مثلا وإذا عندك من عندك الاندي الكايليشن في أي مكان؟ لازم تعرف صح؟ وين عندك الأوكسيديشن هيدروكسيديشن أي مكانات؟ سبعة وثمانية. مين على السبعة؟ هذا الأساس على السبعة. وده كذلك على الإيش؟ على الثلاثة وثمانية. بس تبين على السبعة. السبعة هذي. إذا شوف الترقيم منين يبدأ؟ السؤال واحد اثنين ثلاثة أربعة. خمسة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. يبدأ من هون الترقيم. يعني سي كارون رقم فيه يعني. او فقط يعني انت بس تحدد لي عمليه سايت اوف ميتابوليزم. اذا ما تعمل الميتابوليزم. واهم شيء تحفظ العمليات الاساسيه اللي قصي على المركب يعني انه هذه الميتابوليك كويس. نعم. فيس الاندي التاليشن فيس 1 و 2 الاندي الكايليشن فيس 1 فيس 2 من الكونجوجيشن فيس 2 نعم الكونجوجيشن فيس 2 الكونجوجيشن مع الكونجوجيشن مع الكونجوجيشن من الفيس 1 يعني الاليمينيشن المركب يصير بولر بعد الفيس 1 يعني انطرح بالاضراب شوف موجود ممكن ايش يصير ايضا الكونجوجيشن ينطرح يعني كلها احتمالات يعني ممكن يطرح فيس 1 يعني ما راح اسمي من صار له فيس 1 انطرح 100% انطرح شويه منه بقي يضل بالسيركوليشن. الجروب الاخر
الاخر هو قلنا له بدايه المحاضره مع الفيلوثايازين هو ثايوثاكسينز. ثايوثاكسينز وليس ثايوثايوكسانتينز. ثايوثايوكسينز هذه نفس الفيلوثايازين لكن فيها مكان النيتروجين كاربون ودبل بوند مع سايد تشين. هذا طبعا الدبل بوند مع السايد تشين تحدد لنا شكل الستركتشر. راح تثبت لنا الكونفورميشن ستركتشر واضح ما مثل مكان مع النيتروجين. فالسيس كونفورميشن ستركتشر هو الاكت مور اكتف من الترانس. يعني السيس يكون بهذا الاتجاه مور اكتف من الترانس يكون باتجاه الاخر. الثايو فايكسينز ايضا تشوف انه فيها ايش ريزاين سايد تشين اللي شاهدناها مع جيل الفينوثايزيس. هذه جروب طبعا يعني هي مور اكتف من الفينوثايزيس يعني كلش قويه و يعني ايضا بها سايد افكت اعلى من الفينوثايزيس. دكتور بس ما موجود كلور بس هي يمكن يعني بعض منا صاروا يعني سحب لأنه يعني ما تشوفين إيش يعني إكسترا قلنا من الصيد فيت. ترى يعني الفلور مكان الفلور هسه مكان الفلور يعني الفلور يعوض مكان الفلور يخلوه. إحنا ممكن الكلورايد ضروري يكون موجود. والحد أيوة الموجود الفلورات أيضا موجود مثل الفلورايد يعني الإلكترون دراي جروب. إحنا قلنا الإلكترون دراي جروب لها وظيفتين الكلور. أول وظيفة أنه تحفظ سايد تشين. وظيفة ثانية أنه تحل محل الأروماتيك رينج مال الدوبامين. قلنا هاي أن الكلور فئته تقوم تسير أروماتيك رينج للدوبامين. يعني تحل محله هي أيضا لايكوفيليك. فما تشال حتى إن كانت السايد تشين ثبتت على 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 على, على السيس كونفورميشن تبقى الكلور موجودة لأنه هي شابه لنا الاروماتيك رينج للدوبامين. هي لها وظيفتين يعني الكلور نوف يعني شابه الاروماتيك رينج وتحفظ التشين تصير على شكل سيس شبه الدوبامين. فاذا شلناها راح نوصل ايش؟ نوصل هاي شبه مع الاروماتيك رينج للدوبامين. فالثايوثاكسينز هي ما يحتاجون الكلور حتى يفتحون الانفورميشن. يحتاجوها حتى يشبهون الدوبامين. زين هذا بالنسبه لي فينوثايازينز والثايوثايكسينز. الجروب الأخرى هي البيوتايروفينونز الجروب اللي بعد الدجن. زين. البيوتايروفينونز بيم بايبريتي ستراكشر أساسي. بين يعني أروماتيك تشين أرومات تسمى 4-amine-4 phenyl pyridines أو 4 أروماتيك pyridines. أنا بظهر من أربعة من pyridine هناك حلقة أروماتية. هي تم تطويرها بالبداية كمركبات أنرجيسية يعني مسكن الآلام لكن بعد ما أضافوا لهم الفينايل بروبايل كيتون يسمى سماشي بيوتايروفينونز يعني بيوتايل فينايل كيتون أو بيوتاينون. هذا أصبحت يعني أو يسمى بيوتايل فينون. أصبح المركبات هذه لهم أنتيسيربتيك أكتيفيتي فهي بداية أنالجيسيك بعدها تم تطويرها إلى أنتيسيربتيك أكتيفيتي. الجزء المهم بالموليكيو هو الفايبر سايكوتيك لانه هو قناه البايبريدين الفور اروماتيك رينج على الفور اروماتيك بايبريدين.